اخويا الكورونيا هذه ما حاملينهاش اخويا بيني وبينك في المغرب. علاش؟ لا دخلتنا غنمرضوا. عاش الملك، الحمد لله الملك حامينا من هذا المرض هذا، وجبنا خاوي الحمد لله، الحمد لله وشكرينو. تنحبوا الملك وتنحبوا الوطن ديالنا، ولينا داك المرض ما باغينوش يجينا للبلاد. السلام عليكم. كورونا المرض اللي انتشر هاد الايامات، انتشر في الصين بسبب سبب اللي كيقولوا انه سبب الماء الاكل اللي كياكلو، ولكن هو العنصر الاساسي ماشي هو من الماكله. العنصر الاساسي انهم ظلموا المسلمين، سدوا مساجد ديال الله، داروا شحال من حاجه اللي ما خصهاش دار. داكشي علاش ربي سلط عليهم هذا الوباء هذا. المهم كورونا هو واحد الوباء اللي انتشر في الصين من واحد المدينه تما، وانتشر شويه بشويه بالصين، وكانوا عانوا منه بزاف ديال المغاربه اللي تيقراو تما، كاين اللي ضعف قرايته وكاين اللي ضعف شلح حوايج باش رجع للمغرب. هنايا عرفنا باللي راه سدوا على الناس المطارات، ودابا راه دازت ثلاثه المدونه في الايطالي، وعاد راه زاد غادي وتنتشر حتى في اوروبا، وداز الاخر الامارات الكويت. والمهم هو واحد الوباء اللي مازال ما لقاش بنادم الدواء ديالو، ونتمناو يكون شي حاجه في اقرب وقت اللي غتعالج هاد الناس هادو. تنعرف اخويا على كورونا بانه مرض فتاك وبدا في الصين، وتنعرف انه مشينا دابا حاليا منتشر في العالم كامل. طرق الوقايه منه كاين جوج حلول، تقدر تكون سميتو حلول ديال الناس اللي مرادين داكشي، ينقلوا في بالعدوى، ينقلوا واحد الحجر صحي مشينا ما يخلوش مع الناس باش ما ينتقلش العدوى. المره هذه تنهضر على كورونا. كورونا واحد المرض اللي انتشر في واحد البلاد تيحاربوا المسلمين وتيحاربوا لا وما علاش. كورونا كان كورونا ديال ويسكي. اش مشينا اخويا حيت عايدين لنا ولادنا ووليداتنا، وانا عندي اربعه د الولادات تقاصت لي بنيتها تموت لي، نقتل كل شيء مشي للحبس. واش فهمتي؟ ما عندي باش نعيش، اللهم لك الحمد. صافي، عاش الملك.